انتهاء عصر الدولار في مصر كل حاجة بالأرقام. الدولار بقى هو شغل الشاغل ل 100 مليون مصري. كل شوية نسمع حاجة جديدة على الدولار وكل الناس بتتكلم عنه. تعالوا نقول لكم شوية أرقام هتستفيدوا منها وتعرفوا شوية حقائق علشان تعرف البلد ماشية ازاي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نبدأ بالتصدير بخلاف المواد البترولية. قبل السيسي سنة 2014 كان 17 مليار دولار، السيسي وصلها 37 مليار دولار سنة 2022. طب انت عارف كمان ان صادرات الغاز الطبيعي قبل السيسي في 2014 بلغت نص مليار دولار، ولما جه الرئيس السيسي رفعها 17 مرة ل 8.5 مليار دولار. خلال سنتين الخطة التصديرية بتصل 50 مليار دولار والغاز بيصل 17 مليار، يعني 67 مليار. لو ضفنا لها السياحة ل 20 مليار وصلنا 87 مليار دولار. وزير المالية قال الاستيراد في السنة 77 مليار دولار، يعني انت عندك فائض 10 مليار دولار غير تحويلات المصريين، وقناة السويس تجاوزت 10 مليار دولار.